طيب نوها، كنا بنتكلم في أول فقراتنا كده عن الشغل الإبداعي والشغل الروتيني. أنت شغلك الفن يعتبر شغل إبداعي، وممكن تكوني موجودة مثلا في مكان بتصممي له ديزاين أو بتصممي له رسومات أو حاجات، فيعتبر شغل روتيني. أنت بتحبي إيه؟ بتحبي إن أنت كده تبقي مع وحي خيالك، اللي هو تشتغلي حرة نفسك، تكملي في مشروعاتك، تعملي حاجات أكتر إبداعية، ولا نفسك إنه لأ تكوني ضمن مؤسسة وضمن منظمة وفي نفس الوقت عندك وقتك الفاضي بتعملي فيه اللي أنت عايزاه؟ بالظبط، وانا اوريدي بعمل كده. انا بحب فكره ان انا اكون تبع كيان معين. انا بحب التنظيم جدا على فكره، رغم ان انا فنانه وفنانين ما بيحبوش التنظيم، بس انا بحب جدا التنظيم، بحب الخطوات، بحب كل حاجه تمشي وتاخد حقها. فانا بحب اكون تبع كيان وماشي بتكنيك معين واستراتيجيه معينه، دي حاجه بتريحني في الشغل. وجوه ده ممكن نبدع وكل حاجه، بس يبقى في مثلا ديدلاين، خلاص احنا كده وقفنا ابداع نبدا ننفذ مثلا. انا بحب الترتيب ده، لكن يعني لازم يكون جنبه شغلي الخاص. يعني انا برده ليا شغلي الخاص اللي بشتغل فيه، ممكن ارجع بالليل ارسم رسمه على مزاجي، ما حدش يقول لي بقى اعملي ما تعمليش. دي مشاكلي دايما في الشغل، ان حد يقول لي ده مش عاجبني، عاجبني انا. انا فنانه على مزاجي. جاي بقى تخرجي بره. دايما دي مشاكلي في الشغل، ان انا صعب قوي ان انا حد يعدل بقى ويقول ده مش عاجبني، الا لو كان حد انا فعلا واثقه في متخصص يعني. بالظبط، انا عارف ان ده فنان اصلا، او عارف يقنعك. بالظبط، او اتناقشنا او هو عنده رؤيه فنيه. دي الدكاتره في الكليه عندي، ما هم قالوا لي كلمه لا بقتنع خلاص على طول. انا عارفه ان الناس دي ناس فاهمه الكلام ده، ومحترمه كمان فني، محترمه ان انا اصلا ده وصلت له بعد مجهود وتعب، وان انا ده فكري وده وكذا كذا كذا، فده انا احبه. فلا ما عنديش مشكله ان حد يقول لي كده لو الموضوع بالنسبه. شفتوا يا جماعه، هو مش معنى ان انت بتشتغل في مكان روتيني ان انت مش فنان او ان انت مش مبدع، ممكن تعمل الاثنين مع بعض.